ساعة كاملة من تفاعلكم نخصصها كاملة للعنوان الأبرز حول العالم. دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في أقوى عودة تاريخية في العالم، وباكتساح يسيطر حزبه على مجلسي النواب والشيوخ مع الرئاسة. أما هاريس فملتزم الصمت ومؤيديها مش يبدي يجر أذيال الخيبة. أهلا بكم. المعركة الانتخابية للولايات المتحدة الأمريكية انتهت والنتيجة انحسمت وتبين مين الرئيس المنتخب 47 لأمريكا. دونالد جي ترامب فاز على كامالا هاريس، وبكده يكون ترامب عاد للبيت الأبيض عودة تاريخية من بعد انتخابات مختلفة عن كل شيء شفناه. دونالد ترامب will become the 47th president of the United States. That the next president of the United States is Donald Trump. The 47th president of the United States, Donald Trump. Donald Trump will be the 47th president of the United States. The 47th president of the United States is Donald Trump. And the 45th. Donald Trump has been elected president. That Donald Trump is the winner, the 47th president of the United States. انتخابات كانت مليانة دراما وقلق وتوتر وحروب كلامية وغير كلامية كمان. وليش بنوصفها بالعودة التاريخية؟ لعدة أسباب. أولها لأنه فاز بكل الولايات المتأرجحة أو على الأقل متقدم فيها، وهذه الولايات اللي كانت ما كانت محسومة ديمقراطية أو جمهورية. ثانيا لأنه صار من بعدها ثاني رئيس أمريكي بيشتغل فترتين غير متتاليتين، فهو فاز في انتخابات 2016، خسر في 2020، رجع فاز في 2024. وهذا الإنجاز ما صار في أمريكا من 132 سنة من وقت الرئيس كليفلاند. وتاريخية كمان لأنه حقيقة حبينا أو كرهنا فترامب اجتاز عقبات لا تعقل للوصول للرئاسة وخرج منتصرا، بداية من الاتهامات اللي واجهها من بعد خسارته في 2020 والشغب اللي صار وقتها واقتحام أنصاره لمبنى الكابيتل احتجاجا على تصديق فوز جو بايدن بمنصب الرئيس. بسبب أحداث الكابيتل واجه ترامب اتهامات بأنه هدد الديمقراطية وأعاق الانتقال السلمي للسلطة، وتم اتهامه بالتآمر على الدولة. وفي كل خطاب لبايدن وهاريس والديمقراطيين كانوا بيستحضروا هذه الأحداث وبيستخدموها كورقة ضده. وغير هذا شفنا قضايا منوعة رفعت عليه في مختلف الولايات وعلى مواضيع مختلفة، وكان هو وجماعته بيتهموا الديمقراطيين بتحريك هذه القضايا علشان يمنعوا من الترشح. وصار ترامب أول رئيس بيتم محاكمته جنائيا، والقضايا مثل ما قلت لكم كانت منوعة، من شراء صمت لتزوير الانتخابات لسرقة وثائق لتشهير وتحرش وغيرها. ولكن المحكمة العليا رجعت منحت ترامب الحصانة من الملاحقة. هل تعتقد أن القصة انتهت هنا؟ لا، فعليا بقول لكم العودة تاريخية، لأنه بعد كل هذا تعرض لمحاولتي اغتيال، المحاولة اللي أدخلته التاريخ في 13 يوليو في بنسلفانيا، وشفنا وقتها الصورة التاريخية اللي تكلمنا عنها كإحدى الصور الأيقونية في هذه الانتخابات أمس. وكمان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال ثانية في 16 سبتمبر في بالم بيتش، وقت ما كان في ملعب الجولف الخاص فيه، وهذه عدت دون أي خسائر وأضرار. حدث واحد من هدول كان كفيل بوقف أي أحد يعني بحسب الخبراء، فتخيلوا أنه مر بكل هذا وتغلب على كل عقبة وكمان فاز. I ran a great campaign. I think it was, if I lose an election, if it's a fair election, I'd be the first one to acknowledge it. Thank you.
happened? Is this crazy? Extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. طبعا احنا بنذكر مشاهدين انه ما في اي ظهور حتى الان لنائبة الرئيس هاريس او تعليق منها على الموضوع. وفي تأكيد كمان من متحدث باسم حملة ترامب انه ترامب لم يتلقى حتى الان اي اتصال من هاريس او من بايدن. وخلينا الان نتكلم اكثر عن هذا الموضوع والفوز ككل لترامب. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي بشار جرار. بشار، يعني أنا كان نفسي أشوف أنت كيف احتفلت صراحة. يعني عدت تنبأت في مقابلة سابقة أنه العلم الأمريكي دائما مرفوع يعني، ولكن على الأقل تأكدنا أنه 47 هذا نعم والشعار Let's make America great again، الشعار المهم الموازي له معها لنجعل أمريكا healthy again، بمعنى القضية تغيير كبير ينتظر أمريكا، استعادة أمريكا التي سرقت من ناحية العملية، سرقت. لا أتحدث عن انتخابات، أتحدث عن محاولة العبث بالهوية. هذا الذي جمع حتى الآن 5 ملايين صوت يتقدم فيه ترامب، لذلك قال too big to rig، بمعنى أن الفارق يكون كبيرا لن يستطيعوا تزويره. بهذا بشار، هل كنت متوقع هذا الفارق؟ يعني خلينا نكون واقعيين. كنت متوقع هذا الفارق الكبير؟ بأمانة سارة. أيوة. وهذه ليست شهادة يعني فقط للعربية. ولكن الإعلام حتى العربي كان يقمع الأصوات اللي تعطي رأي آخر في أي موضوع، وخاصة في موضوع ترامب. يعني كان هناك وكأنه الرسالة أنه حتى لو قلت بأنك تعتقد بأن هناك فرصة لترامب لا تبدو واثقاً. لا بس بشار، يعني لازم انفي هذه التهمه عننا نحن. انت طلعت عندنا انت طلعت عندنا كثير وقلت هذا الكلام وغيرك قال هذا الكلام وكان عادي يعني. لا انا هذا عنيته، عنيته بابراز المثال، لانه أيوة. احنا ليس فقط ترامب، اهم من ذلك الحرب بالشرق الاوسط، غزه، لبنان. الناس احيانا تريد ان تطرب، ان تسمع ما تريد. أوكي. تريد تحليل أو تعليق رغائبي. ولكن بمنتهى الأمانة عندما أقف أمام الكاميرا هي كما الشهادة أسأل عليها، كنت أرى بوضوح أن هناك استياء غير مسبوق في أوساط الأمريكية، بما في ذلك من كارهي ترامب بالذي جرى في عهد ولاية أوباما الرابعة. نعم، هي ولاية رابعة كان يحاولون أن يتوصلوا إليها، لذلك الاستياء كان غير مسبوق. القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال هو الانقلاب الذي حصل على بايدن، وهذه كما يقال خطية بايدن. بايدن يمكن ما يكون صدفة لما حكى عن موضوع الغاربيج، بمعنى هناك استياء. الآن أنت تسألت إنه قد تكون إنه يعني أنت بتقول إنه مثلاً إنه الحركة اللي سووها في بايدن كمان هذه رجع آثارها ارتدت عليهم في الحزب الديمقراطي. طيب، وطبعاً أنت من المرة الماضية كنت بتقول إنه هو لما نتكلم إنه مناصري ترامب غاربج أو نفايات وسبب أزمة لهاريس كبيرة قبل أيام من الانتخابات، أنت بتقول إنه هذا متعمد ومقصود. وخليني أزيد على هذا، هذه طبعاً نظرية وليست يعني أكيدة، لكن أمس كمان أمس السيدة الأولى جيل بايدن كانت ترتدي بدلة حمراء، فيعني كان كثيرة وظهرت وتصورت وكذا. تفضل. نعم، إذا سمحتي لي أقول الكل يتساءل أين، وقد سئلت بشكل شخصي يعني إنه أين خطاب الاعتراف بالهزيمة المفروض. إنه الديمقراطيين كان يأخذ على ترامب بأنه هو كان يتأخر. السبب يمكن البرومتر، تيلي برومتر خربان، وبالتالي كمالا هاريس في حيص بيص، او ان جهاز التلقين يعني دروب ذا مايك، هذا اللي كان يعملها اوباما ايضا. ماذا يقول؟ كيف يفسر؟ ليس فقط هزيمه بنسبه ضئيله، لانه اختار اللافت، وهذا يترك الخبراء لاحقا الافترماث كما يقال. كل الارقام تقدم فيها ترامب حتى على الجمهوريين وعلى ادائه شخصيا. بمعنى تقدم في موضوع الافريكان امريكانز، اللاتينيين، صح، المسلمين يدعمونه. توصل الأمر حتى إلى قلب نتائج في
في مناطق كانت محسوبة للديمقراطيين. الآن لذلك الموجة الحمراء كسبت مجلس الشيوخ الأمريكي. إذا عندنا بيت الأبيض، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، عندنا أغلبية محافظة في المحكمة العليا، هذا يعني أن الكامباك كما يقال العودة مظفرة، وهي موجة حمراء ستكون كاسحة. أي بس بشار، بس سريعا، أنا حتى ليش بقول لك أنه ما حد كان متوقع هذا الفوز بهذه الطريقة، لأنه طبعا البولز والأشياء زي كله استطلاعات الرأي وكل الكلام ده كله كانت بتقول كلام مختلف وأنهم متقاربين. بس نحن أمس كمان شفنا ترامب لما أدلى بصوته وأعطى بعدها أو جاوب على الصحفيين، جاوب على أسئلة الصحفيين، لم يكن واثق من الفوز، يعني عارف كان يبدو شوي كده. أنا سمعت نعم، أنا سمعت الزمير وسام وهو بيحكي إنه لم يبدو متفاجئاً. هلأ السؤال هو هل كان يعني محتفظ بما يعتقد إنه الكامباك قوي؟ أعتقد هذا ما تعلمه، نعم هذا ما تعلمه من عندما كنا نقول الريد ويف بانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. تاكر كارلسون فقد وظيفته في من أحد الأسباب يعني المعلنة الموزيع، نعم في فوكس، لأنه تنبأ إنه في ريد ويف في الانتخابات السابقة. أنا كنت من ضمنهم وأعترف إني كنت يعني كنت مفرط بتفاؤلي بالتجديد النصفي، ولكن أين كانت الخطأ؟ كان هناك خطأ وتسبب فيه لينزي جرام، وأنا مرة أخرى لا أقول أنه تعمد، لكن لينزي جرام فجر قنبلة الموضوع الإجهاض، فأدى إلى خوف، بانيك بنى عليه الحزب الديمقراطي وقال للنساء تحديدا انظروا هذا يريد أن يصادر حكم في اتخاذ قرار بتعلق بالصحة الإنجابية. فكانت النتيجة أنه لم تتحقق الريد ويف. انتبه ترامب لهذا الأمر، لذلك أتى بجي دي فانس حتى يكسب الميدل كلاس، الطبقة المتوسطة والبيض الأمريكيين. هذه قضية كمان مهمة لازم نحكي فيها بصراحة بدون مواربة. والقضية الأخرى سيدتي وهذه جدا جدا مهمة، أنه عندما سئل في موضوع الإجهاض والبروجكت 2025 اللي هو الهيريتج، كان يقول لا، هي ديستنت هيمسيلف، قال أنا ما قال ما لي علاقة، ما لي علاقة. نعم، وحتى يعني الزوجة طلعت ميلانيا طلعت وقالت إن هي مع حق الإجهاض. بس خليني دقيقة بشار، أنا محتاجة أوريك بس كليب وأخذ رأيك فيه. خدمتي. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. This is the greatest political movement in the history of our country. ترامب يعني وصفها مرتين إنه بالحركة السياسية political movement. هل نحن خلاص فعلا بنشوف يعني تأسيس لحركة سياسية جديدة؟ نعم سيدتي، لأنه تذكرين سارة والمشاهد الكريم اللي يتابع أخبار من مصادر صافية، ب 2016 كان حرص من الجمهوريين أن يوقع الرئيس ترامب على تعهد بأنه في حال لم يفوز بالتيكت من 2016 بأنه لا يخوضها منفردا، وأن هذا سيؤدي إلى انفراد عقد أو وحدة الجمهوريين. هذا يشير إلى أنه من 2016 عنده موفمنت، لأنه هو أتى من خارج الوسط. ليس لديه معرفة حتى بما سماه المستنقع في واشنطن. ب2020 اختلفت الصورة أيضا، ولكن برضو طلبوا منه أنه نوع من الالتزام ما يعمل حزب ثالث. وكان هناك خوف، وحتى الاسم اقترح، هو اقترحه Patriots كان بده يسميه الوطنيين. أنا أعترف أمامك لو حدث ذلك لسحبت من حزب الجمهوري وانضممت للPatriots. لماذا؟ لأن أساس الباكبون، العمود الفقري للحزب الجمهوري، هو ما مثله ريغن، هو الاقتصاد الحر، الرأسمالية، البدروك للأمة الأمريكية هي التراث الروحي اليهودي المسيحي. الآن ترامب كسب المسلمين، لاحظت من كل حركة سارة بالفعل سارة. لماذا؟ المسلم والمسيحي واليهودي على كل خلافاتهم بالشرق الأوسط دعموا ترامب، وكانت النتيجة واضحة ببنسلفانيا. بينما المتقلب الأوجه الحرباء بالسياسة، أنا لا أتحدث عن شخص، أنا أحكي أولئك الذين كما الحرباء يتلونون حسب الريح، حاولوا أبعدوا جوش شابيرو، عفوا جون شابيرو، أبعدوه عن التيكت بأن لا يكون مع هاريس، وكان السبب لأنه يهودي من بنسلفانيا. نعم، أرادوا بذلك استمالة العرب والمسلمين في ويسكونسن وفي ميشيغان وفي ولايات أخرى، خسروا الاثنين.
هذا هو الرقص على الحبال. هذه هي نتيجته دائما النفاق. وصلت فكرتك وصلت فكرتك بشار، بس خليني كمان يعني اقول لك واقول للمشاهدين كمان انه خلال يعني هذه الدقائق الاخيره مساعدو هارس يعني قالوا انه من المتوقع انها ستتحدث الى ترامب لاحقا اليوم، وانه كمان مسؤول في البيت الابيض قال انه بايدن سيتحدث ايضا الى ترامب في وقت لاحق من اليوم، بل اضاف حتى المسؤول في البيت الابيض وقال إنه بايدن سيدعو ترامب إلى البيت الأبيض ويحضر حفل تنصيبه. وطبعا هذه أعتقد مقصودة لأنه ترامب لم يحضر حفل تنصيب بايدن باعتبار أنه الانتخابات سرقت منه وقتها. على العموم بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من واشنطن المحلل السياسي بشار جرار. فوز ترامب بالرئاسة ما كان فوز عادي له للحزب، فهذه كانت انتخابات عامة، يعني الناس انتخبت كمان مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفي كل هدول النتائج للآن اكتساح جمهوري. للآن الحزب الجمهوري فاز بالرئاسة والشيوخ وفي مجلس النواب كمان، خلاص في طريقه للبت فيه. طبعا هذا غير أن المحكمة العليا فيها 6 قضاة في صف ترامب والجمهوريين، وهذه أغلبية، يعني ببساطة سلطة مطلقة في يد ترامب والجمهوريين. احنا معنا من واشنطن جابرييل سوما، عضو مجلس استشاري للرئيس ترامب سابقا، اهلا فيك معنا. وطبعا خليني ابارك لك بما انه يعني طبعا لابس ميك امريكا جريت اجان، فلازم نبارك لك بالانتصار والعوده للبيت الابيض. شكرا شكرا، انا ممنون كثير واشكرك على الاستضافه، وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أوكي، الاقتساح الجمهوري هذا يعني كيف تتوقع يعني أنه حيكون تأثيره على الأربع سنوات القادمة هذه؟ أعتقد بأنه فوز الرئيس ترامب في الوقت الحاضر أهم بكثير من فوزه في عام 2016، لأنه 2016 كما تعلمين صحيح فاز في الرئاسة ولكن خسرنا مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولذلك شاهدنا كيف أن نانسي بولوسي حاولت عزل ترامب آنذاك، أي رئيسة مجلس النواب السابقة، على الأقل مرتين، إلا أن مجلس الشيوخ لم يوافق لأنه يقتضي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ولم يكن لدى الديمقراط ثلثي أعضاء. في الوقت الحاضر هذه الانتخابات أفرزت نتائج واضحة، بحيث أن البيت الأبيض هو بيد الجمهوريين، مجلس الشيوخ أيضا وكذلك مجلس النواب. هذا يسهل عملية إصدار القرارات القوانين في الولايات المتحدة، كل القوانين إذا كان مجلس النواب ومجلس الشيوخ في صف واحد مع الرئيس سوف يسهل العمل. طب بس ايش رايك في الناس اللي يقول انه هذه كمان يعني لا سلطه مطلقه؟ عندما تنحصر السلطات التنفيذيه والتشريعيه بشقيها هي سلطه مطلقه، بامكان مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع الرئيس اصدار اي قرار يرونه مناسبا للولايات المتحده. يعني رؤساء امريكا في السابق فعلوا نفس الشيء. إيه بس يعني هم في تخوف دحين، من الآن الديمقراطيين متخوفين جدا من الأربع سنوات القادمة، لأنه بيقولوا أنه من الممكن أن يغير الكثير من الأشياء بهذه السلطة اللي عنده. وبعدين وكمان أضف إلى ذلك إذا يعني صار شيء في أي أحد من القضاء في يعني السوبريم كورت أو المحكمة العليا سيعين ترامب ايضا واحد جديد، يعني يعني حيكون عين ثالث شخص يعني كمان في يعني مجلس القضاء الاعلى. يعني يا هذه اراده الشعب الامريكي. الشعب الامريكي وجد ان الوضع في امريكا غير سليم من الناحيه الاقتصاديه. كنا دائما نقول يعني على برامجكم كنت دائما اقول الاقتصاد هو اهم شيء عند الناخب الامريكي، ولكن لسبب لا ندري لماذا الحزب الديمقراطي أصر على أنه الاقتصاد سليم.
في كل المناظرات التي أجريتها مع زملائي من الحزب الديمقراطيين لم يجدوا بأن الاقتصاد هي مشكلة. الأمريكي يصوت بحسب وضعه الاقتصادي. إذا الرئيس ترامب الآن لديه الصلاحيات الكاملة لتعيين من يشاء للمحكمة العليا. أعتقد سوف يحصل قريبا. وسعيد طبعا انت جدا بهذا الموضوع، بس خليني اسالك كمان يعني بصفتك انك يعني كنت عضو مجلس استشاري للرئيس ترامب، فتعرف التفاصيل، يعني الكل يعرف شخصيته، وهو يعني تحدث قبل كده عن موضوع انه الانتقام وما الى ذلك، هل سينتقم من معارضي تتوقع او من كل اللي شنوا عليه حملات في هذه الاربع سنوات القادمه؟ والتركيز الرئيس ترامب كان أثناء الحملة الانتخابية هو العودة إلى الاقتصاد الناجح في الولايات المتحدة. ثانيا وقف الهجرة غير القانونية، كما تعلمين دخل إلى أمريكا بحدود 20 مليون مهاجر غير قانوني ما بنعرف مين هن، لذلك سوف يقوم بحملة إبعادهم من الولايات المتحدة، وسوف يكون حلفاء له في هذه الأمور. يعني الشعب الأمريكي صوت على مسألة الاقتصاد وعلى مسألة بس هل حينتقم؟ إذا هناك مخالفات جناح أو جنايات ارتكبت من قبل أشخاص فهذا يعود إلى المحاكم وإلى وزارة العدل، ولكن انتقام سياسي، نحن مش مثل الديمقراط، لا نحاول زج خصومنا في السجون كما حاولوا فعله مع ترامب، لا نحاول قتل خصومنا السياسيين. هاي أمريكا الديمقراطية بس عشان ما نوضح، يعني مو الديمقراطيين هم اللي حاولوا يغتالوا الرئيس، يعني أنا لا أقول الديمقراطيين، ولكن جماعة عندما الرئيس بايدن كان يقول سأفعل بكل ما بوسعي لمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض، يمكن يطلع واحد مجنون يقول فإذا let me get rid of him، خليني أتخلص منه. طيب سيد جابرييل، يعني هل كنت متوقع هذا الفوز وهذا الاكتساح؟ No. لم يكن أحد يتوقع ذلك أبدا. لغاية اللحظة التي أعلنت النتائج كان كل الأطراف من الديمقراط والجمهوريين يقولون أن المنافسة شديدة جدا. ما كنا نعرف أنه في الخفايا ترامب سوف يفوز. صح، أنا هنتكلم عن هذا الموضوع. سؤال، هل قمت رقصت؟ كيف احتفلت؟ أحس أنك قمت رقصت. أنا بقيت إلى الساعة الثالثة لأنه كان عندي موعد مع العربية الساعة الواحدة بعد نصف الليل، وأنا أول شخص ذكرت للعربية بأن الرئيس ترامب سوف يكون الرئيس 47 للولايات المتحدة. إذن احتفالك كان على العربية. إحنا بنشكرك جدا على هذه المداخلة. كان معنا من واشنطن جابرييل سوما، عضو مجلس استشاري للرئيس ترامب سابقا. وبالطبع لما فاز ترامب اتجهت الأنظار لعائلته اللي كانوا من أكبر الداعمين له، وشفناهم معاه في خطاب النصر اللي ألقاه صباح اليوم. That's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Baron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great. واللي
لكن لافت بين أفراد عائلة بارن اللي من وقت بداية الحملة الانتخابية الناس بتتكلم عنه، وطبعا هو ابنه الأصغر، وشفنا ظهوره الأول في الإعلام، ووقتها شفنا تداول الصور الأولى له من بعد ما دخل الجامعة. اليوم الصور اللي متداولة له من ظهوره اللي شفناه إلى جانب ترامب في خطاب النصر، وشفنا ميلانيا ترامب السيدة الأولى نشرت له صورة وهو جالس بينتخب للمرة الأولى في حياته، وعنونتها أنه بينتخب للمرة الأولى في حياة للمرة الأولى وفي هذه الحالة تحديدا بينتخب والده. طبعا بارن هو الابن الوحيد لميلانيا ترامب ودونالد ترامب. على العموم الناس تفاعلت مع الصورة ونشرت كمان صور لبارن من الحملة الأولى لترشح ترامب في 2016 وقت ما كان لسه سنه صغير ومو مسموح له أنه ينتخب، وكان ترامب يعدل له حتى ربطة العنق في الصورة. أما ابن ترامب الكبير دونالد جونيور أيوة، فنشر بوست وكأنه بيسخر من بايدن وقال له لقد فعلناها. طيب مش عادينا بس للتأكيد، وطبعا هذا خبر عاجل، هاريس ستلقي خطاب الهزيمة الليلة الساعة 22 بتوقيت غرينتش أو 23 عفوا بتوقيت غرينتش، وطبعا الخطاب ستنقله العربية مباشرة، وطبعا هذا أهم عاجل ورد حتى الآن لأنه الناس في انتظار طبعا ظهورها وكلمتها واعترافها بالهزيمة لتكتمل يعني خلاص القصة والصورة. عموم احنا طبعا مشاهدينا في بداية الحلقة احنا شفنا المشاهد الاحتفالية في مقر حملة ترامب، واللي طبيعي يعني انها تكون مختلفة تماما عن المشهد في حملة هاريس، فهم يعني خلاص عرفوا انهم خسروا. لكن كان في مشهد لافت وكثار وصفوه بانه تخلي لانصار هاريس عنها، فمن اول ما بدأت تطلع النتائج وقبل ما تتضح الصورة بأي شكل طلع مدير حملتها في تجمع الحملة في جامعة هاورد وقال للناس امشوا، ما حتطلع تتكلم اليوم المرشحة مثل ما كان مفروض، وفعلا فضيت الساحات والمدرج، وشفنا المنظمين كمان وهم بيطفوا الشاشات في المكان وبيطلبوا من الناس المغادرة. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted. That every voice has spoken. So you won't hear from the vice president tonight. المشهد اللي شفتوه حقيقة غريب، يعني حتى هيلاري كلينتون لما خسرت وكانت يعني خسارة صادمة الناس ما مشيت بل فضلت واقفة وفي ناس بتبكي وبتستناها تطلع. ردت فعل أنصار هاريس فسرها محللين إنه ما عندها أنصار حقيقيين مؤمنين فيها وداعمين لها، لو إيش ما صار يعني هي مجرد مرشحة الضرورة عن حزبهم الديمقراطي، فناس صوتوا لها لأنها مرشحة حزبهم وناس تانية صوتت لها كرها في ترامب محبا فيها. وقبل ما يتخلوا عنها هاريس حتى ما صوتت يعني في مركز، هي صوتت بالبريد أساسا، فظهورها أمس اقتصر على كم دقيقة كده طلعتهم في مقرها الانتخابي، وحتى هذول كانوا كارثيين بصراحة. You did, thank you. Thank you so very much. You know, it's so important that everybody participates. ومثل ما شفتوا هاريس كانت عاملة إنها بتكلم ناخب، بس لما رفعت التليفون ظهرت الكاميرا وإنها ما بتكلم أحد وإن الموضوع تمثيلية عشان بس التصوير، وطبعا ما رحموها الجمهوريين انتقاد. عموما الآن
كلنا زي ما ذكرت بانتظار هاريس خطاب الإقرار بالهزيمة، منتظر مثل العادة، دائما بيطلع الخسران في خطاب بيعترف بالهزيمة، وبيكون قبلها اتصل على المرشح اللي فاز وهنأه. طبعا للآن هاريس ما قامت بأي شيء من هذا، ولكن مصادر من حملتها قالت أنه حتكلموا لاحقا اليوم لترامب، وأنه حتطلع كمان في خطاب الهزيمة الساعة 23 بتوقيت غرينتش، 2 الفجر حيكون بتوقيت السعودية. ولكن حقيقة يعني في الحديث عن هاريس الواحد ممكن يقول أنه اللي صار يعني موت وخراب ديار، لأنها مو بس خسرت الانتخابات لكن كمان مجبورة أنها تصادق هي بنفسها على خسارتها. فهاريس هي نائبة الرئيس الحالية، وبالتالي هي رئيسة مجلس الشيوخ، ووفق القوانين الأمريكية نائب الرئيس اللي في منصبه هو اللي بيصادق على نتائج الانتخابات النهائية ليعلن من بعدها الفائز رسميا. فلو كانت فازت كانت حتكون أول رئيس مجلس شيوخ يصادق على فوزه، بس الموقف عندها الآن موت وخراب ديار، لأنها كرئيسة لمجلس شيوخ حتصادق على خسارتها أمام ترامب وتعلنه رئيس. من واشنطن تنضم إلينا الدكتورة آمال مدللي، مستشارة في الشؤون الدولية. أهلا فيك معنا دكتورة آمال. يعني أول شيء يعني السؤال اللي بسأله لكل الضيوف، هل كان متوقع الفوز ترامب وبهذا الاكتساح؟ الواقع أن جميع الاستفتاءات والتوقعات كانت أن الطرف المرشحين متقاربين جداً، وأنه يمكن أن تمتد نتيجة الانتخابات ليومين ربما أكثر ربما أسبوع. صح. فكل التوقعات لم تكن يعني تعتقد أن ترامب سيربح، وسيربح بسرعة. يعني حوالي الساعة 10 كان باديا واضحا أو 10:30 كان واضح أنه سيفوز، ولكن لم يتوقع أحد أنه سيكتسح في هذا الحد أو المدى الذي اكتسح به. وأيضا في الكونغرس حيث الجمهوريون أيضا سيطروا الآن على مجلس الشيوخ. نعم. فهناك موجة حمراء اليوم في الولايات المتحدة، الديمقراطيون مصدومون صدمة كبيرة. أيه. لأنهم قصروا، ولكن هم المسؤولين عن ما أوصلوا الحزب إلى هذا لهذه النهاية، وليس له أحد آخر مسؤول، لأنهم من خلال انتقاء أو تغيير المرشح قبل 3 أشهر بعدم فتح المجال لمرشحين آخرين من الحزب الديمقراطي فرضوها فرضا لهاريس. وكان هناك مرشحون آخرون يرغبون، ولكنهم أقفلوا الباب على الجميع. فإذا وجدوا أنفسهم في هذا الموقع اليوم، حيث أنهم خسروا الرئاسة وخسروا مجلس الشيوخ، وربما يخسرون الكونغرس بشكل عام إذا نعم. مجلس طيب. والآن هذه النتيجة اللي شفناها، وشفنا كمان في حملة أو في مقر حملة هاريس لما الناس مشيت والكلام هذا كله، يعني وقت هيلاري كلينتون إذا بدنا نقارن كان في ألم ودموع وفي انهيارات، وكان في كثير ناس اللي هو أنه كانت سيدة ستفوز، وكان في إيمان فيها، في ناس مؤمنين أو مؤمنين جدا فيها. هاريس ما شعرنا بهذا الشعور. يعني معك حق، لأنه هناك عدة عوامل. العامل الأول، الناس حتى اليوم لا يعرفون هاريس كثيرا. يعني فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية استطاع الناخب الأمريكي أو الشعب الأمريكي أن يعرف الكثير عنها. عندما كانت نائبة للرئيس لم تميز نفسها ولم تكن منخرطة في الكثير من الأمور، وحتى عندما انخرطت في موضوع الهجرة لم تنجح في هذا الموضوع. فهذا عامل، هذا العامل هو أن ليس هناك علاقة بينهم وبينها مثلما العلاقة مع كلينتون. كلينتون كانت زوجة رئيس لفترة طويلة على مدى بلايتين، وكانت وزيرة خارجية، وبعدها كانت مرشحة، فهناك 20 سنة من التعامل معه. والعامل الثاني هو أن الاحتفال أمس كان في جامعة هاورد التي كانت هي تلميذة فيها. نعم. يعني لم تكن في فندق كما كانت في أيام عهد في حفلة كلينتون. وعندما قال لهم رئيس الحملة اذهبوا، الجميع عرف أنها خسرت. وهناك أحد المعلقين قال لا، يعني لا تحتاج أن تكون خبير طقس حتى تعرف أو تحس بالريح عندما يمر بك. ففهموا عندما قال لا ننتظر حتى غدا، فهم الجميع أنها خسرت الانتخابات، وخاصة أن ترامب كان في هذا الأثناء قد ربح نورث كارولينا وجورجيا، فأصبح واضحا أنه ليس لديها طريق واضح أو صحي أو ناجح إلى الفوز.
لذلك الجميع ذهب لأنهم في باحة جامعة، يعني ليس هناك مريح للبقاء فيه، وهم تلاميذ، يعني معظمهم كانوا تلاميذ ومؤيدين لها. فهناك هذه هي العوامل التي أدت إلى خروج الجميع، ولكن العاشرة ونصف أمس عرفنا جميعا أن الموضوع انتهى. هل تعتقد أنه كان لازم يختاروا شخص عنده شعبية أكثر عشان يترشح؟ أعتقد أنه من أجل العملية الديمقراطية كان يجب أن يفتحوا المجال للجميع للحزب الديمقراطي لكي يضعوا أسماءهم ويترشح. صحيح. وعندها يتم اختيار الاختيار الأفضل. إيه؟ ولكنهم فرضوها فرضا. إيه؟ كثير ناس قالوا هذا الشيء، بس كمان بعض الناس قالوا أنهم كانوا لازم يختاروا شخص أكثر له مثلا تكون عنده كاريزما أو يكون عنده يعني خلينا نقول حضور قبول مع الناس أكثر. وبعدين في بعض الناس كمان تدخلوا وقالوا أنه لا، الحزب الديمقراطي أصلا بيعاني من عدم وجود وجوه جديدة فرض نفسها في الساحة. هناك وجوه في الحزب الديمقراطي، ولكن قيادة الحزب الديمقراطي تصرفت بشكل غير ديمقراطي، وهي أرادت أن تقدم الشخص الذي تعتقد أنه هو المفضل بالنسبة إليها، وأعتقد أنهم أخطأوا خطأ تاريخيا لأنها ليس لديها الخبرة أيضا. يعني هناك أشخاص في الكونغرس، في السنت، في العمل السياسي الديمقراطي ممكن كانوا أن يقدمون يعني خيار أفضل بالنسبة لهم، ولكنهم أصروا على وضعها هي وأقفل الباب على أي أحد آخر في أن يضع اسمه. مثلا سيناتور مانشن من ويست فيرجينيا وضع اسمه حتى لمدة يومين، ولكن تحت الضغط سحب اسمه. فهم قيادة الحزب أخطأت خطأ تاريخيا، وهي دفعت الثمن بهذا الخطأ. نعم، على العموم احنا كمان حنشوف طبعا يعني خطاب الهزيمة كيف حيكون وايش حتقول فيه. نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كانت وعدنا من واشنطن الدكتورة آمال مدللي، مستشارة في الشؤون الدولية. فوز ترامب وخسارة هاريس فتحوا نقاش موسع ثاني متعلق باستطلاعات الرأي. فمن يوم ما ترشحت هاريس والاستطلاعات كلها بتتكلم عن تقارب رهيب بين الاثنين، وحتى في أوقات كانت الاستطلاعات بتقول إنها متقدمة عليه، لكن النتائج اليوم أظهرت إنه ما في تقارب. فين التقارب ده أصلا إذا كان في كل الولايات المتأرجحة ترامب إما كسبان أو متقدم؟ هذا غير إنه الأرقام أثبتت إنه هاريس ما نجحت في كسب أصوات أكثر من بايدن في أي مقاطعة من المقاطعات في كل البلاد. فين إذن الاستطلاعات اللي كانت بتقول إنه عندها فرصة ومتفوقة؟ وترى الحادثة هذه ذكرت كثير بانتخابات 2016 وخسارة هيلاري كلينتون، اللي برضو كانت الاستطلاعات وقتها كانت بترجح فوزها، ولكن طبعا مع الفارق في حجم الهزيمة يعني بين هيلاري كلينتون وقتها وبين ما حدث مع هاريس الآن ما حدث يعني فضيحة للحزب الديمقراطي. على العموم، واحد من التفسيرات لموضوع عدم دقة الاستطلاعات هو الناس اللي بتصوت وما بتشملها الاستطلاعات، وهدول كثار من 2016 وهم بيقولوا انه اغلب اللي بيصوتوا لترامب ما بتشملهم استطلاعات الرأي. لكن في هذه الانتخابات اضيف لهذا كمان تفسير، او لهذا التفسير تفسير اخر، وهو انه كثار من اللي قالوا انهم ديمقراطيين ومع هاريس صوتوا لترامب في السر. احنا معانا نادية البلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن اللي بتنضم الينا من فلوريدا. اهلا فيكي معانا يا نادية، يعطيك العافية يا نادية. وايش اقول لك، يعني كان يوم يعني تألقتي فيه، وكم ساعة قعدتي على الهواء وتحت الهواء تشتغلي، يعني شهور اصلا 22 يعني. 22 ساعة 22 ساعة. لا امبارح بالتحديد 22 ساعة، وكنت أخشى أن أفقد صوتي، يعني بعده موجود بس مش بهاي القوة. سامحينا اليوم. لا أنت دايما بس منورتنا أصلا بوجودك معانا. نادية، يعني أنت كنت متابعة هذه الانتخابات طول الوقت، يعني هل يعقل أنه قد كده كانت يعني الاستطلاعات بتكذب علينا أو خاطئة؟ يبدو هذا هو الحال سارة. يعني كنا نشكك في انتخابات في استطلاعات عام 2016، وكانت مخطئة كثيرا، وكان هناك اسم لمع في ذلك الوقت وهو نيت سيلفر الذي من نيويورك تايمز، الذي كان يقول الجميع بأنه دقيق في استطلاعات الرأي بالأمس. وكنا كما ذكرت نتابع هذه الانتخابات على مدى عام، كانت
تشير إلى تقارب كبير جدا، لكن ليلة أمس خيبت أمال الديمقراطيين. يعني معسكر الحزب الديمقراطي، التحليل الذي نسمعه الآن هذا الصباح، بوست مورتم، تشريح الجثة كما يقال، ماذا حدث، أين كان الخطأ، كيف أخطأ الجميع على فكرة، ليس فقط استطلاعات الرأي، هو الآن نقطة للدراسة، للتعمق، للفهم، ليس لهذه الانتخابات لكن أيضا الانتخابات القادمة. لكن كما ذكرت أعتقد، وهذه نقطة أنا ذكرتها ربما لمستشاري الرئيس ترامب خلال فترة من الأشهر السابقة، بأنه دوما الرئيس under poll، بمعنى أنه عندما يسأل الناخبين هل ستصوتوا لترامب، لا يقول، يعني لا يعطيك الإجابة، وأحيانا يقول لك إجابة خاطئة. وأنا أعرف مجموعة كبيرة جدا، وقلت هذا بالأمس، في ولاية فيرجينيا، وهؤلاء الأشخاص هم من الأثرياء، ليس الشريحة التقليدية التي تدعم ترامب والتي نراها في التجمعات الانتخابية. بالعكس، هناك حتى هناك شخص، يعني لا أريد أن أذكر اسمه، لديها شهادة دكتوراه ومعها شهادتين ماجستير. فقالت لي عندما طبعا استخدم الرئيس ترامب وصف مؤيدي الرئيس، عفوا، عندما قال بايدن بأن مؤيدي ترامب هم القمامة، فقالت لي أنا من القمامة التي تحمل شهادة دكتوراه وشهادتي ماجستير. وبالتالي هم يأخذوا الموضوع، أخذوه بشكل شخصي في الواقع. واعتبروا بأن الحزب الديمقراطي وصل إلى مرحلة ربما من الغرور أو العمى، بحيث لم يعد يرى أمامه إلا الصورة التي يريد أن تطبع في ذهن الناخب الأمريكي، وطبعا النتائج أتت مغايرة. بس هما ليش في ناس كثير يعني كانت محتفظة بموضوع أنه يعني تصويتها لترامب، أو مخبيين الموضوع؟ احيانا ان يعني بعض الاشخاص في حاله استقطاب يرون بان هذا سيعرضهم لانتقادات كبيره، خصوصا في اوساط، كما تعرفين واشنطن از بابل، عباره عن فقاعه فيها مؤسساتها وفيها يعني المسؤولين المعروفين والانتماءات الحزبيه والسياسيه، وهم يرون احيانا ان ترامب هو شخص غير، عفوا، يرون بأن ترامب هو الشخص الغير مؤهل بسبب شعبيته، بسبب الرسالة الشعبوية. ولذا إذا هم يعني انتموا إلى الطبقة المتعلمة، لا أريد أن أقول النخبة، لكن على الأقل الطبقة المتعلمة، لا يريدون أن يصوروا نفسهم وبأنهم يهبطون إلى مستوى أقل، وهو اللغة الشعبية أو الشعبوية التي كان يستخدمها ترامب في المهرجانات الانتخابية. ولكن اتضح أنهم أغلبية، يعني أمس تفاجأنا نحن يعني أنه بعد الاكتساح الشديد ده، يعني كان شيء عجيب، يعني أنتوا فين كنتوا طول الوقت الماضي، يعني فين كانوا مستخبيين دول، يعني صحيح. شيء مو طبيعي. طيب نادية، أنا بدي أستغل كمان وجودك معنا، أنت طبعا في مقر حملة ترامب، هناك الأجواء كانوا مصدقين من البداية؟ هل كان عندهم إحساس كده بالراحة وهذا والثقة ولا لا؟ 100%. يعني دخلنا ربما إلى قاعة المؤتمرات الساعة الرابعة تقريبا بعد الظهر، وتركنا تقريبا الساعة الرابعة صباحا. منذ أن بدأوا بالتجمع أولا كانوا الجميع يرتدي أزياء السهرة الاحتفال. الجميع، يعني السيدات كانوا قد ذهبنا وكأن ليلة رأس السنة، أنه خلص بعدين في أكيد في غالة، بمظهره، بشعره، بمكياجه، أكيد في غالة وفي احتفال. هذه الثقة التي تحدثت عنها بالأمس بالواقع، وقلت بأن الرئيس لديه هذه الشريحة الوفية التي تؤمن برسالته وتبقى معه. وعندما قال بأننا نفوز، مع أنه أحيانا كان يعني متردد نوعا ما، صح، هي كانت تؤمن بأنه سيفوز. ومنذ أن بدأت النتائج البسيطة، على فكرة كانت شريحة بسيطة جدا تقول بأنه يتقدم في نورث كارولينا أو يتقدم في جورجيا، كان الاحتفال وكأنه أصبح الرئيس بالفعل. لذا عندما وصلنا إلى لحظة الذروة، عندما قررت محطة فوكس أن تسبق كل المحطات الأمريكية وأن تعلن، وهذا ما قلته على العربية في تلك اللحظة، أن تحسم هذا السباق لصالح الرئيس وتقول لدينا President elect، رئيس منتخب الآن، ونستطيع أن نقول، لأنه هي كما ذكرنا دوما عملية حسابية،
بغض النظر لا نستطيع أن ننتظر حتى صباح اليوم لنقول بأنه ننتظر نتائج ميشيغان، ما هي معروفة خلاص. الطريق أمام هاريس بات مستحيلا. انهيار الجدار الأزرق بالكامل، وكأنه سونامي، كأنه سد، كأنه هناك كان جرف للمياه أدى إلى انهيار هذا السد، وبالتالي خلاص هي خسرت الانتخابات، وكانت تعرف ذلك ربما على مدى ساعتين قبل الإعلان الرسمي. وأنت تحدثت عن الأسباب، وفي الواقع سيكون هناك تحليل كبير ومعمق أكيد. خصوصا من الإعلام الذي كان يهاجم الرئيس ترامب يوميا، الإعلام الليبرالي، المحطات الأمريكية التي أصيبت بصدمة تماما. ويمكن تذكر معي زينة عندما كنا في نيويورك، زينة طبعا البرودوسر تفاعلكم 2016، بس عشان أوضح للناس تحية مين زينة. زينة الآن في الكواليس زينة الوافدة، لما كنت أنا وياها بالتحديد كانت متدربة وأجت من دبي، وكنا في ذلك الليلة كان هناك شعور بالصدمة. كانت نفس التوقيت الساعة 3 تقريبا صباحا أعلنوا فوز ترامب، وكانت هناك صدمة كبيرة في معسكر هيلاري كلينتون. وكما ذكرتي غابت الدموع، لكن كانت الألعاب النارية جاهزة على أساس أنه هي التي ستحتفل. أيوة. وعلى فكرة أريد أن أذكر شيئا ربما لم أذكره. أنا عندما طبعا حظيت بمقابلة ترامب بعد جهود طويلة استمرت في الواقع لسنوات إن لم تكن أشهر، طلبت بمجرد ما أجريت المقابلة مع الرئيس ترامب، طلبت مقابلة من هاريس، أكيد هي المرشحة الديمقراطية. تمام. لكن للأسف لم يستجيبوا، رغم أنني قلت لهم بأن الرئيس كان لديه رسالة يوجهها للناخبين في ميشيغان، وفي ميشيغان أثبت بالعكس تماما، عفوا، الناخب العربي والمسلم بأنه يعني يمقت السياسات الديمقراطية وصوت ضد الديمقراطيين، وربما هو الذي أسقط هاريس في ولاية ميشيغان. لكن في نفس بعد قبل يوم من أن أتي إلى فلوريدا، كنت في واشنطن والتقيت بأحد مستشاري حملة هاريس، وقلت ذكرت بالمقابلة، لماذا حتى الآن تأخرتم أنتم في المقابلة؟ فقال لي واحد من أقل لي ستجري المقابلة معك عندما ستصبح رئيسة، وآخر يعمل في إدارة بايدن قال لي أنا متأكد من الفوز. هذه النظرة يعني فيها تعالي وفيها ثقة ليست في مكانها. يعني في الانتخابات حتى هي نفسها والرئيس يقولون أن النسب متقاربة، لكن الطريقة، وهو على فكرة شاب صغير يعني ربما في نهاية العشرينات، وهذا ينطبق على الكثير على فكرة من المسؤولين في إدارة الرئيس بايدن، هذه الثقة التي جعلتهم لا يروا الصورة الكبيرة، وهناك انقطاع بينهم وبين الناخب الأمريكي الشارع. في باقي الولايات، وربما انتهت الفقرة وانطفى الضوء معنا. انت نورك كفاية اولا طبعا نادية، وانا بشكرك على وجودك معنا يعني طبعا حبيبتي. اليوم انا عارفة انك انت لازم ترتاحي شوية، بس احنا حبينا يعني انك تنورينا في حلقة اليوم. وبالفعل يعني ترامب يعني قطع طريق طويل زي ما قلتي من 2020 ل 2024 من خسارة لاكتساح كبير، زي زين الروابدة كيف ما قطعت طريق طويل من متدربة كانت معك إلى إكزيكتيف برودوسر في تفاعلكم، يعني شفت قطعوا طريق طويل في كثير من الشغل. كان على العموم أنا بشكرك، أنا بتستاهل حبيبتي زينة. أيوة فعلا بتستاهل، وترامب يعني فاز على يعني بالكل خلاص بالتصويت. بنشكرك نحن، كان جهد كبير فعلا. بنشكرك، كانت معنا نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن التي كانت معنا من فلوريدا. طيب احنا تكلمنا باستفاضة امس عن المشاهير ودورهم في الانتخابات، وذكرنا بانه عادة معظم المشاهير ديمقراطيين، ولائحة الداعمين لهاريس كانت اكبر واطول بكثير من داعمين ترامب، رغم انه ترامب نجح برضو في كسر القاعدة نوعا ما وطلعت اصوات مشهورة دعمته. لكن لو حنتكلم عن داعمي فما نقدر ننكر انه في مجموعة كانوا فعلا السند والظهر له في هذه الانتخابات، ووقفوا معاه وقفة للتاريخ حقيقة، وأثبتوا حقيقة أنهم هم اللي عندهم قاعدة شعبية بتلاحقهم أكثر
أكثر من كل المشاهير الثانيين اللي مع هاريس واللي ما أقنعوا الناس إنه يعملوا مثلهم. نحن بنتكلم هنا يعني مين رجال ترامب اللي بنتكلم عنه؟ بنتكلم طبعا عن إيلون ماسك في المقدمة، بنتكلم عن الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون، بنتكلم عن دينا وايت رئيس اليو اف سي الرياضة الفنون القتالية، وطبعا البودكاستر الشهير جو روغن، وطبعا لازم ما ننسى طبعا أكيد طبعا نائبه جي دي فانس. وخلينا نتكلم عنهم ونبدأ من جي دي فانس. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks, and a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay, which one, CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fine. He's still like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning. But he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets. مثل ما سمعتوا ترامب بيقول انه اختياري جاء في مكانه، مع انه انتقدوني كثير لما اخترته في الاول. ففانس يعني هو محامي سياسي امريكي من ولايه اوهايو، عام 2003 بدا خدمته في سلاح مشاة البحريه وظل 4 سنوات، بعدها اشتغل كمحامي لعده شركات مهمه حتى انتخب عام 2022 في الانتخابات النصفيه سناتر عن ولايه اوهايو. معلومه يمكن تفاجئكم انه فانس كان من اشد المعارضين لترامب قبل 2016، وكان بيقول عنه نازي وهتلر أمريكا، لكن بعد ما صار ترامب رئيس في 2016 انقلب رأي فانس وصار من أكبر داعمي ترامب. على العموم احنا معنا من واشنطن زميلنا في العربية الصحفي محمد دنكر. أهلا فيك معنا محمد، بس خليني أقول شيء سريع لأنه نحن ذكرنا للناس أنه خطاب هاريس أو نائبة الرئيس هاريس خطاب الاعتراف بالهزيمة كان حيكون الساعة 23 جي ام تي. الآن رويترز عن مصادر بتقول أنه من المتوقع أن الخطاب يكون الساعة 21 جي ام تي، يعني الساعة 12 بنتصف الليل بتوقيت السعودية. فعلى العموم يعني يبدو أنه في هذه الحدود حيكون الخطاب. على العموم خلينا نرجع لك محمد دنكر، خلينا نتكلم كمان عن جي دي فانس. جي دي فانس في البداية الناس قالوا أنه يعني إيش هذا الخيار، ما عنده سنين كثيرة في السياسة ما إلى ذلك. بعدين لما بدأ يظهر في المقابلات الناس انبهرت. هل تسمعني محمد؟ نعم بسمعك. سوري. صح، الناس انبهرت بسارة، الناس انبهرت بجي دي فانس لأنه من وراء القصة يلي عنده إياها، قصة عصامية، كيف بلش بالبداية من شخص فقير والمشاكل اللي صارت مع أمه وكيف جدته ربته وكيف هو رجع كتب كتاب عن قصة نجاحه وكيف وصل أنه صار محامي. وعلى فكرة الكتاب أنا قرأت الكتاب، يعني الكتاب جميل جدا، يعني سواء من ناحية ناحية الكتابة أو من ناحية يعني الأحداث اللي فيه، وتحول لفيلم أيضا للي ما عندهم خلق للكتب. تفضل. صحيح، فتحول لفيلم والكتاب كان كتير ناجح. فما بيهم إذا هو هاجم ولا لا، ترامب بيختار الشخص يلي بيعتبر أنه هو صح لإله واللي بيخدم مصلحته. لهيك اختار جي دي فانس واختار عدد كتير كبير من الأشخاص اللي ذكرتي منهم إيلون ماسك وغيرهم وجو روغن وغيرهم اللي دعموه ودعمهم وأثمر هيدا الشيء بأنه بس فانس تحديدا جذبوا لإله أشخاص كتير للتصويت. أيوة بس فانس تحديدا ك
كان كأنه سلاحه في الميديا، يعني كان بيحطه في CNN يواجه الأسئلة المعادية وكان بيلبي، وهو قال هذا الكلام، قال إنه أنا صحيح. كنت أرميه يعني اللي عند أقول له روح عند الأعداء فيروحوا يلبي. صحيح، لأنه فانس صار مستفز بس منه هجومي، يعني إذا ما بده يجاوب على السؤال حتى لو انسأل بأربع طرق مختلفة ما بيجاوب على السؤال وبيقول اللي بده يقوله. فهيدي ميزة عند فانس، عرف يعني شافها ترامب ووظفها بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ومزبوط، لما ما بده هو يكون موجود على المحطات التلفزيونية كان يبعته وكان هو يقوم بالعمل المطلوب منه على أكمل وجه ممكن. يعني أوكي، خلينا نشوف مقطع من إيلون ماسك. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump... Yeah, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super genius. دنكر، كتير ناس يعني بيقولوا انه ماسك كان يعني هدية السماء لترامب وكان اقوى سلاح عنده. صحيح 100%. ترامب اختي يعني دعم ماسك لترامب كان للعظم للآخر، وفي كتير عوامل أدت لهذا الشيء. الديمقراطيين لعبوا دور بهذا الشيء، وهن أنه سياسة بايدن هاجمت وما دعمت السيارات الكهربائية، تسلا دعمت سيارات كهربائية مختلفة، وسياسة ترامب تتماشى أكثر مع سياسة ماسك اللي هو ما بده أنه يكون في تعرفة ضريبية عالية على المليارديرية. هالشيء ترجم بأنه ماسك دعم لترامب بالمطلق، جند تويتر اكس وخوارزميات اكس لحتى ينشر اعلانات ترامب، ليدعم ترامب، ليهاجم الديمقراطيين، ليهاجم هاريس، ليفرجي التناقضات الموجوده بين اداره بايدن واداره هاريس، انه هي ذاتها ليش عم تفرجي حالها انه هي شخص مختلف. وماسك عنده 203 مليون متابع على هيدا التطبيق، وبيقدر انه هو ينشر الاجنده الخاصه فيه، ما عنده ضوابط، ما عنده رولز، وأدى هالشي لأنه كتير يكون في عنده إعلانات ودعايات. صح. ترامب على هيدا التطبيق اللي هو الرقم واحد بالأخبار السياسية. واتضح أنه فعلا في ناس مؤمنين في ماسك إيمان شديد، لو قل لهم روحوا يمين حيروحوا يمين، روحوا يسار حيروحوا يسار. خلينا ننتقل. صحيح. بس الأشخاص التكنولوجيين خلينا ننتقل، ولا وغيرهم كمان أعرف ناس، بس خلينا ننتقل لشخصية يمكن غير معروفة في العالم العربي. خلينا نسمع إيش قال عنها. Yeah. We still have a man, Dana White, who has done some job. He's that tough guy. Nobody's done a better job in sports. People love to hear from him. Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hardworking man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. طبعا دينا وايت معروف للناس اللي هم بيتابعوا اليو اف سي والامور هذه، بس بالنسبه لبقيه الناس يعني ما يعرفوا من هو دينا وايت. فقول لنا سريعا ايش كانت اهميته لترامب. سريعا، سارة، دينا وايت هو يمثل الرجل الابيض القوي اللي هو عنده صلب وبيقدر يواجه المهمات الصعبه، وايضا في شريحه عنده 9.7 مليون فولورز، ولكن من ضمنهم ايضا صغار السن. ترامب قدر انه يكتسب دعم الاشخاص بمجالات مختلفه، ماسك بالتكنولوجيا، دينا وايت بموضوع الرياضه، جو روغ بموضوع البودكاست. عارف حاله انه قوته ما راح تكون بهوليوود مثل هاريس مع الفنانين والفنانات، فاستثمر باشخاص بيقدروا يفيدوه لتصويت من فئات عمريه مختلفه، اشخاص بالتكنولوجيا مع ماسك، اشخاص لها علاقه بالرياضه بالجولف، اشخاص لها علاقه بالرياضه فنون القتاليه مع دينا وايت، اشخاص
بتسمع وبتهتم بآراء البودكاست وهيدا الجيل الجديد الجيل الشباب اللي بيسمع البودكاست مع جو روغن. هو فعلا قدر انه يوظف كل هال هو اختار ناس الناس بتؤمن بأفكارهم وبتسمع بأفكارهم وبتأيدهم غير ما سووا الحزب الديمقراطي في اختياراتهم. على العموم شكرا لك على طبعا على هذه طبعا مداخلة، ومشاهدينا في أمان الله.